التراث الكويتي تراث مربوط في كل من ملبس و يعني من أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، من حتى الكلام واللهجة والطريقة والعادات، كلها تحت تيب بوتقة التراث. التراث مش معناه القديم، لا، التراث ممكن يكون دلوقتي، ممكن يتحير، ممكن يتغير التراث. الصورة اللي احنا فيها مثلا، يعني حتى الحقبة اللي نعيش فيها ممكن تكون هذا هو تراث. فالتراث هو كل ما يرتبط بمأكل وملبس وأثاث منزل وأدوات وسائل النقل، كلها تحت بند التراث. زي الكويتي بعد التحرير، يعني هو يعني صار في عادة الناس كما يلبسون الدركسوتات أثناء الاحتلال، فتعودوا أن يلبسون الزي القميص البنطرون. زمان كان لا، يعني قبل الثمانينات كان لا، يعني يلبس بدلة لابس بدلة ويعني كأنه في شيء غريب. يعني الآن لو يلبس بدلة مو ما في تغيير. العوامل اللي أثرت على ماكو إن زي الوطني أحيانا بالدواوين محبب، يعني لما تروح ديوان أفضل لك إن أنت تلبس قطر عقال، وأحيانا أنت لما تروح مثلا ما عندك معاملات في الوزارة، عندك بتزور ناس ناس يعني طبعا، ويفضل دائما زي الوطني. التراث الكويتي والخليجي واحد، الخليجي والتراث الكويتي واحد. طبعا احنا معروف لبسنا الدشداشه، في الامارات يسمونها كندوره، وغير بلد ما ادري ايش يسمونها، بس احنا غالبا هاي الدشداشه نستعملها من فتره طويله، ما غيرناها حد الان. يمكن ياها تغيرت بسيطه، ولكنها هي شكلها ما تغير وايد. طبعا احنا خليجيين دائما يلبسون دشداشه من الكويت، السعوديه، قطر، الامارات، وكلهم يعني من الدول، بحرين، عمان. يختلف اختلاف بسيط من ناحيه اللي احنا نسميه اللياقه هذه، او طريقه التخصير، او يعني او طريقه الخياطه. زمان بالكويت كان في غولة اللي هي مثل هذه اللي هنا فيها، وحتى لما يلبس غطر عقال كان يفتحها عادي، وكان في نسفة عادية ثانية تختلف عن حاليا، ما أعتقد يسوونها الحين نسفة ثانية. النسفة كانت يعني حتى شكل النسفة وحتى شكل الغولة وهذا كان يختلف من الستينات والسبعينات إلى الثمانينات، تغيرت إلى حد. في طريقة يعني الناس الأكابر والأغنية يلبسون دشداشة الشد اللي هي طبعا فيها زخارف، اللي كان يلبسها سموه الأمير رحمة الله عليه الشيخ سعد، دائما كان يلبس دشداشة الشد اللي هي فيها زخارف وفيها كذا، ويلبسون أحيانا في ناس الأخوان البدو يلبسون أحيانا هم هذا الشد، بس الحذر لا، ما يلبسون زي العادي، الشاشة العادية زي العادي. طبعا الجاشة الصيفية مستهلكة على طول، يعني نظرا للجو القاسي والحار، قيض احنا نسميه، جو حار، فأثناء
أثناء خروجه يعني يكون أقل شيء، يعني لا يستحمل أقل نقطة سوداء ولا شيء ولا عرق ولا هذا يكون تحت الأباط ولا كذا، فالجداشة تستهلك بالصيف يعني يصير كل يوم يومين لازم يبدل الجداشة. أما أنه بالشتاء لا، الشتاء قصير، وقت الشتاء يبتدي من شهر تقريبا 12 إلى شهر 3، فيفضل لبس طبعا الصوف، لأن الكويت باردة، باردة بس بالشتاء، وتختلف عن الإمارات وتختلف عن البحرين. الأغمشة الإنجليزي، الإيطالي، الياباني. الياباني بالصيف، الصيفي ياباني، بينما الشتوي يكون إنجليزي. الألوان هاي موجودة طبعاً، خامات إنجليزية، تبي درجات ألوان الرمادي، تجي درجات ألوان الزيتي، العنابي. قبل زمان في الثمانينات كان اللون العنابي مشهور، يعني دائماً يلبسون عنابي وكذا وأسود. بالتسعينات وبالألفية الثانية هذه تغيرت. أشماق هذه يلبسونها بالشتاء، يكون لونها أحمر أو أحمر حاليا. والقطرة، القطرة البيضة العادية، ويل، هذا الفرق بينها. كانوا بالأول القطر فيها نقوش وهذا، الحين حاليا القطر سادة ما فيها شيء. الكويتين ما كانوا يلبسون شماغ على شهر بيضة، وهذه طبعا مأخوذة من السعودية، يعني هذه الشغلة هذه أخذوها من السعودية، ولكن بعض أصبح الآن يلبسون شماغ، والشماغ أصبح فيها هناك ماركات. النسبة اللي هي القطرة دائما يصير فوقها العقال وقبلها القحفية. القحفية الكويتية تختلف عن السعودية، هي القحفية الكويتية بقضضها فيها قضوض كذا كذا. هذا طبعا زمان إلى الآن، لحد الآن كان فيها اختلاف. الفروق هي أنها كانت طبعا كان فيها فتحات كبيرة شوية، الآن أصبح فتحاتها صغيرة. زين، هذه بالنسبة حق القحفية. بعدين يجي فوقها الغترة. الغترة لها نسبة كويتية، لها نسبة معينة، هي نسبتين ثلاث. احنا عندنا الان اصبح مثل شيء اسمه الكوبرا، مش عارف، زمان ما كان هذا. في نسفه اللي هي العاديه، في نسفه اللي هي منزل الوزراء دائما ينزلون الغتره تحت، اذا كان في بشت ما يرفع الغتره، لا، لما يلبس البشت ينزل الغتره. وحتى البشت له طريقه معينه في المسكه، يعني لما يكون قاعد له طريقه، يعني حتى ان بعض لما يصير مثلا الاعراس تقل المعرس يلبسون البشت، وأحيانا ما يكون عنده خبرة فيها، فيقول لأبوه أن أنت ماسك البشت امسكه بالطريقة المعينة، إلا إذا كان هو عنده خبرة. والله العقال كلمة قديمة، كانوا البدو الأول يستخدمون العقال حق البعير، يعقلون اللي فيه البعير، وكان البدوية والعراوي يحط على رأسه وقت، وهاي مشت هاي العقال، اسمت العقال بس. والله العقال يميز الإنسان، يعني العربي عموما، الخليجي أو الكويتي، أو يتميز بين الأمم هذه. يعني العقال طبعا فيه هو انواع طبعا كثيره. قبل كان العقال الشفط اللي هو المربع، هذا كان يستخدم اللي هو المربع اللي يلبسون الكويتين ايام الثلاثينات والاربعينات. زين، اما الان اصبح العقال الاسود العادي، فمنهم هو متين، فمن قبل كان يسمونه اللي هو الصابونه. زين، وبعدين اكل العقال العادي والعقال المتين. والكويتين دائما يستخدمون العقال الضعيف، دائما يستخدمون العقال الضعيف يعني زمان، بس الحين اصبح مقارب، يعني العقال اصبح له سمك معين يلبسون هذا زي الكويتي.
الحين باختلاف في الوقت يسمى شيء اسمه التغير الاجتماعي. التغير الاجتماعي هو يأتي من عادات وتقاليد فتأثر على اللهجة، تأثر على يعني اللبس المعين، الأزياء. أنا أفتخر بالزي الكويتي لأن زي أهلي وأجدادي وأجداد أجدادي، وهذا الزي اللي إحنا كنا متعارفين عليه من مدة طويلة يعني. كل بلد يفخر بتراثه وعاداته وتقاليده ويتمسك فيها. ليش؟ لأنه هو يعني تربى على العادات. يعني أنا تربيت أن أنا أكون مثلا فنان فأنا أحب هني.